اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه النهارده هنعملها ان شاء الله الزبادي. معانا طبعا لبن، بص القشطه عامله قد ايه، قشطه حلو. وطبعا الزبادي اللي انا عملته اول يوم رمضان اهو، بصوا اهو معانا طبعا كيلو لبن، وعامله طبعا الزبادي من بدري اهو، بصوا عشان القشطه كويسه. بصوا القشطه بتاعت اللبن قد ايه، هوريها لكم. بصوا عشان القشطه كويسه هنعمل احلى زبادي اهي. القشطه اهي، هنبتدي بقى ناخد الزبادي بتاعنا. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوه اهو اهو، بصوا اهي بسم الله. بص كريمي وناعم ازاي. هنزل القشطه كده اللي عجناه عشان ايه، ابتدي اللي انا اضربها. بسم الله. طبعا انا مدفيه اللبن زي دمعه العين، يعني احط صبعي فيها كده ما تلسعش، لازم أن يبقى دافي اكني هتاكلي البيبي. يلا بقى نضرب. كده بقى هنبتدي نصب كده. بسم الله. القشطه فوق الوش عامله ازاي. القشطه بقى ديت انا هصبها في كله عشان يبقى كله فيه قشطه. شايفينها؟
بقى يا حبايب قلبي ايه، هحط الباقي في قلب الطاجن اللي معانا ده، وننزل بقى ايه الاسباتيولا عشان ما اعمل لكمش ازعاج. معظم القشطة هتبقى في الطاجن ده. ده بقى ايه هيبقى طاجن السعادة زي ما بيقول. هبتدي بقى احطه في الفرن على درجة حرارة 50 لمدة 3 ساعات وورهولكم ان شاء الله. وكده الزبادي قعد 4 ساعات في الفرن، وطبعا دخلناه في التلاجة 3 ساعات، ووريكم بقى النتيجة. واحلى نتيجة، الله اكبر. بصوا بقى، بصوا اهو اهو، بصوا بقى عشان اللبن بخيره وقشطة حلوة اهو. 3 ساعات ودي النتيجة اهي اهي اهو اهو. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوة. هوريكم بقى احلى معلقة زبادي، هي دي بقى النتيجة. ويلا بقى سوا اهي، بصوا الحلاوة، بصوا الجمال. اعملوا لايك بقى عشان الزبادي، واحلى زبادي بتاع رمضان. يلا بقى هنعمل احلى توم واحلى تفريز توم. وكده يا حبايب قلب ايمي، شاهين ده حبيبة قلب ماما، فصصت لي التوم كده زي ما انتوا شايفين، وخاتت الكفر بتاع راس التومة اهي، بصوا اهي، عشان نعمل ايه بقى توم باودر. ده الكفر بتاع راس التوم، وده بقى العروق. انا اللي عملت العروق، وهي فصصت لي التومية، وهي ايه برضو عملت لي الورق بتاع راس التوم. هنبتدي بقى اخد الورق واحطه في قلب الصينية، ولو في ورق ماسك في بعضه كده عشان ما ياخدش وقت معايا في الفرن، هبتدي ايه اللي انا اشيله كده من بعض. طبعا احنا خدنا 4 ساعات يا جماعة عقبال ما عملنا الكمية دي. ده كله وانا بعمل الزبادي برضو في نفس الوقت، عشان انا محتاجة الفرن بعد ما اخلص الزبادي اعمل فيه التوم. فصصيه كده عشان ايه، انا طبعا عاملة على درجة حرارة 60 في قلب الفرن، يقعد زي ما يقعد بقى، وهقعد اقلب فيه. تمام اهو، هقعد اقلب فيه كل شوية، وهعمل ايه 3 سجات. ممكن اقعد فيه يومين على فكرة، يعني مش كله في نفس الوقت عشان ما باش كداب. اصلا التوم البودر اللي انا بعمله ده الحمد لله بامر الله بيقعد معايا طول السنة، ما بشتريش توم من بره ابو 500 جنيه ولا 400 جنيه. كيلو التوم بودر بقى غالي قوي. احط كده عشان كل الكمية دي هتبقى حبة قد كده. هخلص العروق كلها في 3 صاجات، واقعد بقى ايه اقلب من وقت للتاني، ولما يبقوا حبة قد كده هوريه لكم. طبعا كده خلاص هبتدي بقى احطهم في الفرن، واول ما ان شاء الله يخسوا كده ويبقوا حبة صغننين بامر الله بوريه لكم. بصوا بقى حبايب قلبين، احنا محضرين الفلفل اهو، محضرين الخل، محضرين الزيت والملح والسكر. هاخد بقى الاكياس وهنبتدي. اول حاجة النهاردة هنعمل 3 تفريزات للتوم. اول حاجة التوم الصحيح هحطه في قلب الكيس،
تمام زي ما هو كده. هنملى الاكياس ثوم طبعا، ده كله هشيله في قلب الفريزر، مش هسيب حاجه بره في التلاجة. الثوم الصحيح زي ما هو هحطه في قلب الفريزر، وطريقتين التفريز التانيين برضو هحطهم ويا الفريزر. اعتمدي بقى الطريقة اللي انا هعملها النهاردة دي، هتوفر عليكي مجهود ويبقى عندك توم طول السنة وبنفس فعاليته، ومش هتقل خالص يعني الزيوت العطرية اللي في قلب التوم مش هتقل بطريقة التفريز دي، هيحافظ على طعمه وريحته وكل حاجة وفايدته. بصوا بقى، هناخد كده التوم، دي تاني طريقة، دي اول طريقة ودي تاني طريقة. بسم الله نبتدي نحط التوم هنا. هعمل حبة كده يكفوني 3 شهور. تاني كده نبتدي نحط الملح، دي مادة حفظ. كفاية كده، نحط برضو شوية سكر، دي مادة حفظ. وهناخد معلقة واحدة بس خل، دي مادة حفظ وبتحافظ على درجة لون البياض الثوم، ده لونه حلو. وهناخد طبعا شوية زيت، دي مادة حفظ برضو، وتبتدي بقى ايه نضرب. احنا كده خلصنا فرن، هنبتدي بقى احط كل معلقة صغيرة في قلب الكيس كده، احطها كده بصوا. هعمل كل معلقة توم في قلب كيس صغير،
تمام، واحطه في الكيس الحفظ هنا معايا عشان يبقى كل معلقه ما فيهاش اي هواء وتبقى موجوده في الكيس وما يخش لهاش اي هواء، عشان انا لما بحطه في اكياس ممكن يخش له هواء. فالطريقه دي تضمني الثوم هيحافظ على الجوده بتاعته والزيوت العطريه، وهتحافظ على لونه طول السنه. اهو هعمل بقى كل الكميه واوريها لكم بقى ايه في الكيس الكبير اللي زي ده، عشان كل اكله تطلعي كيس كده وتعملي احلى اكله، واوريكي كل الكميه بقى ان شاء الله اللي انا هعملها في قلب الكيس اللي زي ده. يلا بقى نعمل بقيه الثوم. هنحط عليه بقى فلفل حامي، شوية سكر، شوية ملح، شوية زيت، شوية خل، بصوا بقى خدت التوم عملته صوابع توم كده على قد الأكلة، تاخدي صابع صابع عشان ايه ما يبصش منك، على قد الكمية عشان لما بتيجي تحطيه في الكيس من غير ما يكون صابع صابع بياخد هوا من جوه ولونه بيتغير، فكده الطريقة دي احسن. وطبعا عملت علبة على قد الأكلة، تاخدي كيس كيس اهو. نبتدي بقى نفر. كده خلاص صبعنا الثوم على قد الأكلة، عملنا علبة، وكمان صبعنا الثوم أبو فلفل حامي للكبدة بقى والسمك والبتنجان المخلل كده، عملنا كمان صوابع هنا اهي على قد الأكلة، وهنا برضو صبعنا اهو. هنبتدي بقى بإذن الله نقفل كده، وده كله هيتحط في الفريزر وشاهين دورانا مستنيين منكم دعوة حلوة ولايك جميل عشان يساعدوني تاني، افتحوا نفسهم بقى واعملوا لهم لايك. بصوا بقى ده كله هيتحط في الفريزر، التوم ده لما الكمية دي تخلص بعد 3-4 شهور ان شاء الله هنبتدي ناخد كيس كيس عشان نبتدي نحتفظ بيه، عشان الزيوت العطرية لما احنا بنفرمه بيقعد شهرين ثلاثة زي الفل، انما لما بيقعد السنة كلها الزيوت العطرية احنا ما بنستفادش بيها. فكده دي الكمية بتاعتنا اللي ان شاء الله هتكفينا السنة كلها. ويلا اوريكم هعمل ايه تاني. شاهين دورانا ربنا يحفظهم يا رب، كتر خيرهم، فصصولي البسلة عشان افرزها. ويلا بقى عشان نطحن التوم البودر. كده قعدنا يومين ننشف فيه، بصوا سامعين الصوت برضو، هنبتدي بقى ننعمه شوية وبعد كده احطه في المطحنة وابتدي احط عليه الملح، كل مقدار انا احطه هنا هحط عليه معلقتين ملح. بسم الله الملح مادة حظ وعشان ينعم معايا بسرعة. بصوا نعمته شوية على قد ما اقدر، نبتدي بقى نحطه في المطحنة.
هحط شويه ملح بصوا بقى انا محضره ايه، نحط الكميه اللي احنا عملناها. بصوا وهرد بقى دولت انعمهم مع حبه تانيين. هخلص بقى كل الكميه واعملها لكم بقى ايه، احلى توم باودر اهو. بصوا بقى الكميه، بصوا، لا انا اوريكم ايه بالمعلقه اهي. بصوا نعمته قد ايه، بصوا والريحه ايه بقى جايبه اخر الشارع. الجيران هيخبطوا عليا دلوقتي يقولوا عايزين توم باودر اهو. دي الكميه اللي طلعت. ولو في استفاده من الفيديو اللي انا عملته او اي حاجه عجبتكم شيروه لحبايبكم وتعملوا لي لايك ودعوه حلوه، واحلى شير ولايك وسبسكرايب مع ايمي، واشوفكم في رعايه الله.